نريد نسخة من الوطنيين الأحرار على طاولة الحوار، رئيس يحظى بالإجماع على شاكلة بالماضي وحارس يحمي علينا البلاد من أي خطر من قبل الرئيس بولحي. هكذا كانت شعارات الجزائريين في الحراك 21. هم هنا خرجنا باش نحتفل، خرجت أنا باش نحتفل بفوز المنتخب الوطني وتأهله إلى الدور الربع النهائي. وهناك نقطة مهمة فيما يخص طاولة الحوار، نريد أشخاص لديهم نفس الروح الوطنية لدى اللاعبين الجزائريين. آخرون يريدون إبعاد السياسة عن الرياضة وتحقيق المطالب المرفوعة منذ 22 فيفري المنصرم، وعلى رأسها محاسبة الفاسدين. هذا حاجة تاع وطن، هذيك تاع الوطنية تسمى سي نورمال، بيان سور حاجة تاع هذيك داخلة في القلب وفي الدم، هذيك ماشي حاجة. ودركا سياسة ماشي سياسة، حاجة تاع اسمه قال يتنحى وكاع يتنحى وكاع وصاي. باربريسي ما يشوفوش الماتش، الماتش يشوفوه مالي اللي يحب يشوفه. حنا الماتش تاعنا الجزائر حرة مستقلة ديمقراطية تولي للشعب للجزائر، والله يرحم الشهداء. جمعة جديدة وأحداث مستجدة طغى عليها فوز المنتخب الجزائري على نظيره الإيفواري في مباراة حبست الأنفاس. ورغم الاحتفالات التي استمرت إلى غاية الصباح، غير أن الجزائريين كانوا في الموعد فتظاهروا لرفع المطالب السياسية. حضرت معها نكهة رياضية حملت فرحة ليلة الخميس 11 من شهر جويلية من السويس إلى هنا الجزائر العاصمة.